e-learning أو التعليم الإلكتروني نافذة فتحتها تكنولوجيا الاتصال لكل شغوف بالتعلم، فمن خلالها أصبح بإمكانك الدراسة عن بعد بأي مدرسة تكوينية أو جامعة أينما كان موقعها دون أن تبرح مكانك. منصات متطورة تضمن التكوين، التفاعل، التعلم والشهادة المعترف بها. أهلا وسهلا بكم في عدد جديد. الرياضيون منطقية، يعطيك الصحة ريا، فيليسيتاسيون، مع السلامة ليكيب، تهلا في روحكم. Le e-learning c'est un mode d'apprentissage qui permet aux apprenants de suivre à distance via internet la formation. Donc il s'agit de plateformes de formation où ils trouvent des outils qui et des services pédagogiques qui justement lui permettent de suivre cette formation réussir sa formation en ligne. التعليم عن بعد هذا المنصات كانت موجودة منذ زمان يعني في العالم، كانت تجارب حتى في الجزائر، كانت بعض الجامعات مثلا دارت محاولات، ولكن لما جاءت ظاهرة كورونا وأجبرت على الناس أنهم يبقوا في البيوت فكان لابد أن نجد حلول حتى الجامعات والمدارس تواصل النشاط تاعها، فلم يكن إلا هذه المنصات الإلكترونية. كاين بزاف مدارس يعني راحت للتحول الرقمي، يعني بدات في التحول الرقمي وبدات يعني دير لي سيستم هادو في دخلهم في التعليم، والحمد لله يعني لقات كما نقولوا لقات نجاعة ويعني ولقات يعني نتائج متميزة كي ولا تستخدم هاد باسكو عليه راه يتواكب العصر، حتى التلميذ لازم نفهموا بلي التلميذ راهو يعيش في واحد العصر في القرن 21 ولازم يتعلم مهارات القرن 21. تختلف طرق وأنواع التعليم الإلكتروني باختلاف الأنشطة وكذا الأهداف التعليمية، فالتعليم عن بعد بصورته التقليدية منحته التكنولوجيا صورة أوسع وأساليب متطورة، أوجدت أنماطاً مختلفة تتماشى مع وضعية المتعلم وظروفه الخاصة. هي تسمح بربح الوقت طبعاً، تسمح بتوفير les déplacements, de gagner aussi de l'argent, de gagner même en termes financiers. Ça a un impact aussi sur le coût, hein, sur le coût t'as les enseignements, t'as tout le chien. Il y a un impact coût, il y a un impact pédagogique qui est direct. Actuellement, les cours en présentiel avec un prof, ça coûte excessivement cher, de 800, 1000, balak 1500 dinars de l'heure par module. Il y a un problème technique à la circulation, les gens doivent se déplacer à chaque fois. Covid, amen ou là, je ne sais pas combien de temps, c'était difficile de réunir les gens dans la même salle. Il y a une entreprise qui a créé les employés. قال كيفاش كنت تكون العمال؟ قال والله غير نجيبهم من المدن كامل، المديريات تاع الولايه، نجيبهم لعندي للعاصمه، نروح نكري فندق ولا نروح لكشي معهد ولا نجيبهم كل، ولكن لما تجيبهم هي تكاليف تاع النقل وتاع الايواء وكذلك تاع الغياب تاعهم، خاطر يتغيب وصعب باش تجمعهم. فمادام كاين هذه المنصه وهذا المكون موجود خليه يدير التكوين تاعو عن بعد. قال اقعد في المكتب تاعك في المصنع ديالك في تبسة ولا في تلمسان وتتبع الدروس وما راحش نضيع لك الوقت.
لو فيزيو وين لازم يكونوا حاضرين، نكونوا حاضرين اون ميم طون، يسمى في الوقت اللي يلقي فيه المعلم مثلا او الاستاذ يلقي الدرس تاعو، لازم لي زيتيديون اكي سادريس هذاك لو كور ولا هذيك لا كونفيرونس هما ثاني كيكونوا كونيكتي. وعندنا ان اوتر مود اللي هو لو مود اسينكرون، سي لانتيراكسيون ديريكت افيك لو فورماتور، سي لا سي ي بوف بوزي دي كيسيون كونسيرنون لي كونتوني بيداغوجيك ا سي فورماتور. Et puis tout ce qui est asynchrone, donc c'est indifféré, mais il peut consulter les contenus pédagogiques qui sont en ligne, actualisés en permanence par les formateurs, sont en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a une stratégie qui s'appelle le صف المعكوس, le flipped classroom. يعني سيكو الطالب يقرا بالمنصه في المنزل لي فيديو هذوك، يقرا الدرس تاعو وكيجي لا كلاس القسم الاستاذ يخدم معاه لي زيكزيرسيس التمارين، يعني ما يحتاجش لي كور دو سوار طالب. يعني دوكا كي يتعلم في المنزل الاستاذ يدير له ملخص ويشوف يعني اللي راهو ما فهمش يقدر يفهمه، ومن بعد يدخل مباشره في التمارين. هذه هي الفوائد تاع المنصه. آلية الدراسة عن بعد تتطلب شروطاً محددة من أجل نجاح العملية وتحقيق الاستفادة من مميزاتها. العملية التعليمية الإلكترونية تقتصر فقط على وسيلة إلكترونية وشبكة إنترنت، إلا أن الميزة فيها طريقة عرضها للمحتوى التعليمي باستخدام تقنيات حديثة تعتمد على الصورة والفيديو لكسر جمود الموقف التعليمي وتشجيع المتعلم على التفاعل دون إغفال عنصر المرونة في الوقت والمكان. التعليم عن بعد عنده عدة مستويات، عنده المستوى تاع المستوى الفردي، أستاذ طالب أو أستاذ مع تلاميذ تاعو بالأدوات المتوفرة، وبعد عندنا انستيتيوشنال، وبعد عندنا غوفيرنمونتال. لو غوفيرنمونتال هو اللي يشوف استراتيجية شاملة باش يستخدم فيها كامل الوسائل المتوفرة في مراكز البحوث وفي الجامعات إلى آخره، وحتى يعني يكون هذا النوع من التعليم يصل أي مواطن، أي طالب أو أي تلميذ، حتى في المناطق النائية. تودي devient une division e-tech du groupe et forme à ce jour plus que 70,000 apprenants à travers le monde. Nous formons nos apprenants dans divers domaines, comptabilité, finance, ressources humaines, digital, marketing et communication, commerce et vente et bien d'autres. En total, nous proposons 140 formations en ligne de longue et de courte durée. تسببت جائحة كورونا في التوجه إلى نظام التعليم عن بعد كحل بديل في حالات الطوارئ، إلا أن استحسان البعض لهذه الطريقة طرح إشكالية إمكانية تحقيقها في الحالات العادية من خلال توجه المؤسسات إلى رقمنة محتوياتها التعليمية واعتماد أساليب متطورة للرفع من قيمة التعليم عن بعد كمفهوم وجعله أكثر فاعلية وتأثير. احنا حابين شغل مجالي يكون فيه نفع كبير بزاف، هي حاجه فيها نفع وفيها نقص هنا خاصه في بلادنا، هي في التعليم ما كاينش هكا وسائل تقنيه متطوره في التعليم. تسمى خدمنا هذا النظام هذا ووفرنا فيه اغلب ما تحتاجه المدارس باش ان شاء الله نخطو خطوه للامام في هذا المجال ان شاء الله. عندنا تطبيقات قايتك بين يديك اللي هي الباك بين يديك، البيان بين يديك، وسانكيان بين يديك. هاد التطبيقات فاتت مليون تحميل في بلاي ستور. عندنا كذلك نظام اهل القران موجه لمدارس القرانيه اللي فات 200 مدرسه حول العالم من الجزائر، اسبانيا، السعوديه، ماليزيا وتركيا تستعمل في النظام تاعنا. خدمنا كذلك مقاعد الجزائر الالكترونيه اللي تستعملها وزاره الشؤون الدينيه حاليا اللي فيها حلقات عن بعد بين المقرئين وبين اي واحد حاب يتعلم القرآن حفظا ومراجعة وتجويدا. عندنا هذا البروغرام سكول ستوري، هو برنامج إدارة للمدارس وبرنامج تواصل كذلك. في بزاف خاصيات من بينها مثلا اليوميات اللي يشغل كومسي فيسبوك انترن بيناتهم، يقدروا يبارطاجيو دروس ملخصات، يقدر الأولياء يطالعوا على هذه الأمور،
يتفاعلوا مع المنشورات هذه ويقدروا ينشروا دي ستوري، مثلا مدرسه راحوا رحله ولا داروا نشاط، يقدر المشرف يصور هذوك الرحله يحطها في لي ستوري هادو ويتفاعلوا معها الاولياء في المنزل. كذلك عندنا تعليم عن بعد في هذا النظام، يقدر المعلم يكري دي كلاس فيرتويال ليميتي داخل النظام تاعنا، شغل كيما زوم ولكن غير محدوده تماما. كذلك فيه النقل المدرسي اللي هو يقدر الولي ولي الامر يتبع مسار الحافله من انطلاقها من المدرسه حتى الوصول الى المنزل، وجه اشعار بانه وليده الحق المنزل في هذاك الوقت. ستارت اب نافو سيت اون بلاتفورم اي ليرنينغ. Actuellement, on a commencé par les élèves de terminale sciences. C'est une start-up qui permet d'accéder à des cours enregistrés de sciences, la filiale sciences, toute l'année, gagne les modules. Alors, une fois accédé à la plateforme, il faut gagner les sujets, exercices, avec corriger bien sûr, une assistance psychologique pour la gestion du temps, gestion du stress, comment préparer une année d'examen. مدرسة تعنى بتأطير وتوجيه التلاميذ المتمدرسين بالمراسلة والمترشحين الأحرار للبكالوريا، معناتها الناس اللي مسجلين في لونافيد باش يقراوا بالمراسلة، ما كانش عندهم ما بالك الفرصة ولا باش يكملوا الدراسة تاعهم في المدارس النظامية. حنايا نفتحوا لهم الأبواب، نفتحوا لهم الآفاق أنهم يجوا عندنا يكملوا الدراسة تاعهم، يحققوا الحلم تاعهم سواء بالعودة إلى مقاعد الدراسة أو بالحصول على شهادة البكالوريا. رانا نسيروا نحو الإي ليرنين باش نديروا المنصة تاعنا، باش الناس اللي بعاد ولا يقدروا ينضموا في هذه المنصة ويقراوا عادي، سبيسيالمون المترشحين الأحرار والمتمدرسين بالمراسلة، حنا دائما ندعموا هذه الفئة. زيتيجون اللي حابوا يولوا ميدسين عندهم لابليكاسيون أي أو إس أندرويد غراتويت، وينجموا يلقاو كل لي كور، كل درس في لابليكاسيون، وهي تلقى لافيش، لي فيديو، لي كيو سي ام في لا ميدسين باش يعلموا باش يوروا يعلموا الفوكابولير تاع لا ميدسين، لي كور في لا فيزيك، لا اناتومي وكلش. وندرنا هاد لو فينومين دو ريزيستانس اللي توت افي نورمال، بصح نهار نبداو نشوفو بلي ايغ اوسي شي نو فوازان سي لا ميم شوز، دونك يبدا ينقص هاد لاسبي بالعقل يبدا ينقص، نولو نهتمو اكثر بالكونتوني كي نوز ليفري، يعني الكونتوني اللي تمدي لي ماشي شحال نخلصك. يا ميم باغ اكزومبل ان فرانس يا ميم دي جون كي دون دي كور ا ديستانس، دي كور دو سوتيان مي سي دي كور ا ديستانس مي اون باي اون باي، دونك من بعد تما تشوفي لا كاليتي دو لانسينيومون et la qualité de l'interaction pédagogique. انطلاقا بالك من الخبره تاعنا مع تعامل مع هاد التلاميذ، كاين اللي يقول لك ان النمط الافتراضي بالك ما يحققليش الاستيعاب ولا الفهم الكافي، بصح كاين اللي يقول لك ان النمط الافتراضي بالك ما يحققليش الاستيعاب ولا الفهم الكافي، بصح كاين الناس راهي تتوجه لهذا النمط، كاين الناس بالك افتراضيا يقول لك في الدار انا نقرا اونلاين في المنصه بالك ما نقدرش نتنقل، ولا هو يلقى راحته في هذاك النمط هذاك. سواء تقرا فيس تو فيس حضوري ولا تقرا عبر الانترنت راح تكون نفس النتيجه او ربما تكون افضل. علاش؟ لانه في الايرنين راح انت تكون موتيفيتد، راح تحفز روحك. خاصة أنا كنت ندرس في المدارس كل يوم يجوني طلاب ليت على جال أو خرج من الخدمة راهو لونكومبرومون يتو يكون بهذاك ستريس، في الدار ما يكونش عندك ستريس هذاك. وثانيا انا كنقروا الان مش بالطريقه الكلاسيكيه وين الاستاذ غير هو اللي يهدر، لا الطريقه اللي نمشي عليها انا خاصه اونلاين انه الطالب هو اللي ياخذ الوقت الاكثر في الكلام. هذا راهي خوارزميه، من عندي خطوات اللي هما غير موضع صاد وإذا وقل، هذو لي بلوك راهم خطوات. لازم كل واحد يكيف هاد التكنولوجيات للكونتكست تاعو، المجتمع تاعو واش عنده هو، باسكو سي تري ديفيسيل. دابور باغ اكزومبل كاين دي بيي وين كاين مثلا دي زونيفرسيتي كي اوفر دو تيلي انسينيومون كيما لا تيلي اوك ولا، مي دابور يفو دي فورنيسور دو كونتوني كيما دوكا حنا عندنا لي زيديتور، ومن بعد يولو عندنا دي زيديتور دو كونتوني كاريمون يبيعو لو كونتوني. اوكي،
Donc ça aussi, ça a un coût. On va dire c'est des entreprises, on va dire c'est un entrepreneuriat quelque part aussi. إذا حبينا نجحوا في التعليم عن بعد لازم نفكروا في إيجاد هذه المنصات الإلكترونية بالجوانب المختلفة تاعها حتى لا نصطدم. يعني لا قدر الله نعاود يرجع ظاهرة كما ظاهرة كورونا حتى إذا ما رجعتش. فلابد أن نعتمد على التكنولوجيا لأنها أساس التربية العصرية الآن. أصبح نظام التعليم عن بعد أحد الأركان الأساسية في العملية التعليمية، والذي يعتمد على تقديم محتوى تعليمي بأحدث الطرق والوسائل التكنولوجية ضمن عوامل تساعد على نجاح العملية، خاصة مع الاستخدام الواسع لتقنية المعلومات وما تقدمه المؤسسات من حلول سهلت عملية التعليم الإلكتروني ليصبح مكملا أو في بعض الحالات بديلا للتعليم التقليدي. بطابع يعني فكاهي، يعني وكأني أمثل يعني فيديوهات صغيرة، هادو ما ريلز تاع 30 سكند حتى 1 مينيت، وين نمثل انت راك تضحك ولا راك الاخر، ولكن راك تتعلم في نفس الوقت يا فوكابلري يا جرامر يا ليسونسيال. كي تشوف الفيديو هذيك راح تخرج بفائده.